من فقر فأم المؤمنين حصار الغي يومي بأم المؤمنين فمن لي إذا رحت فهذا إذا موتي فعودي كما كنت أزامي غدا صبري خديجي دفعت المال دفعتي وكنت الماء والفيا بذلت الجهد جاهدتي فكان النصر قدسي وشعبا كنت في شعب فصار الدين شعبي ألا يا شرايين قريش ستؤذين علي أعينيني وحالي روحي حناليك وقلبي بكفيك خذيني لعينيك ولا وحيدا للهدى أدعو ولا ألقى سوى غرب فآتيك وتأتيني بقلبي ناثر الحب ذراعك سماوات وعيناك قرى رحم وكنت الكعبة الأخرى إذا ما شوه الكعبة حبيبي إلى اللحد صلاتي بلا حمدي وجرحي بلا شدي ودامي ودامي خديجا خير يا سوري ويا كهفي ويا غاري تدثرت تزملت بكفلي عطفك الجار أيا نورا وقد أضحى بأحشائي لضى نار وما عادت لنا دار فأنت الدار بالدار تمنى الراح هطولا على فاطم مضيت مع القاسم تسامي تسامي كي لا تسقط الشمس تعالي وامسحي عيني لكي لا تزهق النفس تعالي في غدي درعان لكي لا يظفر الأمس تعالي للهدى سيفا لكي لا يا
يحكم الفأس ظلاما أرى الدنيا دخانا أرى الأعليا حطاما إذا تحيا عظامي تقاسمنا معاناة وعشنا الكسر بالكسر إذا ما غبت عن عيني لمن أشكو فلا أدري تعالي أرنات شريك العمر والقبر فإنا هكذا كنا ولو أبقى فما عذري علي فادركني علي وادركني علي هوى ركني أمامي بروحي حناليك وقلبي بكفيك خذيني لعينيك ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين أبا الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين حياكم الله أحبتي الكرام في هذه الليلة العظيمة المباركة ليلة الجمعة وفي شهر رمضان المبارك ومن عند حرم سيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي الضيم أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبجوار سيدنا ومولانا كفيل زينب حامل اللواء أبا الفضل العباس عليه السلام في هذه الليلة نجدد العهد والولاء لسيد الشهداء ونقول لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله لبيك داعي الله أيها الأحبة الكرام تمر الأيام والليالي ونحن نستذكر ذكرى عظيمة مباركة وهذه الذكرى تذكرنا بأول الإسلام وصدر الإسلام ومن حام ودافع عن دين الإسلام في تلك الأيام العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد بعث رحمة للعالمين وقد أيده الله سبحانه وتعالى بنصره ولكن على الأرض من الناس لا يوجد أحد إلا القليل ممن وقف ذلك الموقف المشرف مع النبي صلى الله عليه وآله وحامى عنه ودافع عنه وأدى حقه وأدى ما عنده مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى ذلك العمل منه تزكية له ونرى في أحاديث كثيرة ذكر عظيم مبارك لرجل وامرأة مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا في السراء والضراء من بهذه الليلة العظيمة نستذكر أمنا جميعا مولاتنا السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها في ليلة وفاتها نقدم عزاءنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولمولاتنا الزهراء سلام الله عليها ولأئمة الهدى لا سيما مولانا الإمام قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف
أسأل الله أن نكون وإياكم من المأجورين بذكرها، هذه المرأة التي كانت قد وقفت الموقف الخالد والمشرف مع رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي كان بهذا الموقف هنالك أمور عدة لابد أن نلتفت لها من السيدة خديجة، التي كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله لما سأل جبرائيل ألك حاجة؟ قال بلى، ثم نقل له جبرائيل من الله سبحانه وتعالى السلام إلى خديجة عليها السلام، فلما أبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله كانت خديجة تقول إن الله هو السلام وإليه يعود السلام وعلى جبرائيل السلام ورحمة الله وبركاته. وفي حديث يذكرها النبي صلى الله عليه وآله يقول وقد ذكر خير النساء بأنها خديجة سلام الله عليها. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله أمرت أن أبشر خديجة بالجنة، وهذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الأمر العظيم. وقد زكاها النبي صلى الله عليه وآله، اليوم في زماننا من ذلك الزمان إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة كل من يدخل الإسلام لو نتأمل هنالك فضل عظيم لمولاتنا خديجة سلام الله عليها وأجر، لأنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنن الحسنة التي ينبغي لنا أن نلتفت لها. خديجة سلام الله عليها زكاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما قام ديني ولا استقام إلا بأموال خديجة وسيف علي بن أبي طالب سلام الله عليهما. وأنا قلت هذين الاثنين هما الذين وقفوا مع رسول الله في السراء والضراء. النبي صلى الله عليه وآله يقول قوام هذا الدين سيف علي، دفاع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وبالمقابل كذلك إصرار وإيمان وإنفاق خديجة لكل أموالها في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وفي سبيل أن تنشر دين الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى جاء ذلك الموعد الذي كان فيه الوداع الأخير من النبي صلى الله عليه وآله إلى خديجة سلام الله عليها، وهناك دفنت في المقبرة المعلات أو ما تسمى بمقبرة الحجون، ورسول الله صلى الله عليه وآله ذلك العام الذي ماتت فيه خديجة وأبو طالب سماه عام الحزن لأنه حزن عليها صلوات الله وسلامه عليها. أسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الأجر والثواب ومن المنفقين في سبيل الإسلام ومن المدافعين عن دين الإسلام، وأن نكون إن شاء الله من أنصار قائم آل محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا أجدد العهد والولاء وأقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك دارك. من حرم مولانا الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ورد عن مولانا الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه أنه قال للريان بن شبيب يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة العظيمة العطرة من يود المشاركة معنا
والسلام على سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يمكنه الاتصال على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، لنكون بخدمتكم إن شاء الله تعالى من عند هذه الحضرة المباركة المقدسة لإمامنا إمام الهدى أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. أسأل الله لنا ولكم قبول الصيام والطاعات وتلاوة القرآن، وإن شاء الله نكون في هذه الليلة من العتقاء والطلقاء من النار بحق محمد وآله الطيبين الأطهار المعصومين الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا رب العالمين. لكل من أوصونا بالدعاء في ليلة الجمعة الماضية، في باقي الأيام، من أرسل لي رسائل، إن شاء الله تعالى ما نسيناكم بالدعاء والزيارة عند حرم المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. معنا أول اتصال، السيد محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياكم الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله يا سيد، ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. يا أبا عبد الله بارك الله فيك. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس. السلام عليك وعلى أمك فاطمة الزهراء. السلام عليك وعلى أبيك علي بن أبي طالب. السلام عليك وعلى جدك رسول الله. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم يا رب العالمين. يا اللهم ارزقني شفاعتك، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الوعود. يا الله، في قدم صدق الحسين ومع أصحاب الحسين. بارك الله بكم، أحسنتم يا سيدي محمد، تقبل الله زيارتكم. نعم تفضلوا سيدي محمد. نعم. سيدي محمد الزوية المباركة السليمة إن شاء الله الوالد الشيخ صالح. إن شاء الله، بارك الله بكم، وأسأل الله أن يتقبل أعمالكم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، ويرزقكم زيارة المولى أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب العالمين. معنا اتصال آخر، سجاد من بابل. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا قبل استشاري طلب من عندك. السلام عليكم. أهلا سيدنا. السلام عليكم سجاد. عليكم السلام. أهلا بسيد، حياك الله. قبل كل شيء اتفضل بخدمتك. أريد تكتب اسمي ودب الفرح يوم العسل، لأن طالب سادس وأريد النجاح. إن شاء الله سجلنا اسمك، تفضل بالزيارة وما ننساك. إحنا إن شاء الله بالدعاء. يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. يا أبا عبد الله، يا سيد الشهداء. أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن فضل عباس، السلام عليك يا ابن أم البنين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك يا سجاد، أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله لما فيه الخير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بارك الله بكم. معنا اتصال آخر، أم علاء من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بارك الله عليكم. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. بارك الله بك يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. اللهم صل على فاطمة وعلى بيها وعلى بعلها وعلى ولديها وعلى السر المستودع فيه. اللهم شافي كل من مريض وشافينا يا رب حق يا رب العالمين. محمد. يا الله، بارك محمد الله بك. وعلى محمد شكر وعافى يا رب. الله يحفظكم ان شاء الله. ام علاء تقبل الله زيارتك بنيابه عني وعن والدي ووالد والدي وعن اخواني وليداتي وبنياتي صحه وعافيه. الله يحفظهم جميعا ان شاء الله. سجلهم علاء وعيالهم، رحم الله والديك صحه وعافيه ان شاء الله. ليله الجمعه مباركه علينا وعلى امه محمد. اللهم صل على محمد. قضاء حاجه بحق الحسين، بحق غربه النبي يا مولاي يا ابو عبد الله، اقضي لحاجتي يا الله
يا زورني وياك سيدي وصلاة ركع حسين اسم الله واجب. إن شاء الله نشرككم بالركعتين، بارك الله بكم وتقبل الله أعمالكم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليك أبا عبد الله وزاد الله في شرفك سيدي ومولاي يا سيد الشهداء. معنا اتصال آخر. نور من واسط، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء، بارك الله بكم، تفضلوا بالزيارة ونسألكم الدعاء. لا يا إمام يا أبا عبد الله حسين، يا شهيد يا مظلوم يا غريب يا أبا عبد الله، السلام عليكم أمين الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. السلام على سيدي ومولاي إمامي وتفضل عباس عطا شكر بلا باب الخوائج ورحمة الله وبركاته. بطل كربلاء سيد زينب الصغرى العقيلة ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا في قريب العاجل زيارة بالدنيا وشفاعة يا رب العالمين. إلهي عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصار وأوان. اللهم محتاجين، اللهم اشف كل مريض. إلهي اشف والدي بحق إمام الفتن الأخير تفضل عباس. الله يحفظكم سيدنا مثل سيدنا إسماعيل. بارك الله بكم نور، الله يتقبل الزيارة والدعاء، إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب العالمين. معنا اتصال آخر. عبد الأمير من السليمانية، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيكم، رمضان كريم علينا وعليكم، صيام مقبول إن شاء الله. إن شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال بحق محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين سيدنا لا تنسانا بالدعاء والزيارة. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يسلمك سيدنا، رحم الله والديك. وننساكم إن شاء الله عد سيد الشهداء. إن شاء الله لا تنسانا بالزيارة إن شاء الله، دعاكم إن شاء الله سيدنا. الله يحفظكم إن شاء الله. الأخ عبد الأمير، أسأل الله أن يتقبل زيارتك ودعائك، إن شاء الله موفق لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. معنا اتصال آخر. أم إحسان من بابل، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. يا حسين لبيك، يا حسين لبيك، يا أبا عبد الله لبيك، يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء. عظم الله لكم الأجر بوفاة سيدتي مولاتي سيدة الصبر عليه السلام. سلام الله عليها، عظم الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله. لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيدي مولاي أبو الفضل عباس حامل لواء الحسين. السلام على سيدتي مولاتي زينب الحوراء جبل الصبر. السلام على سيدة مولاتي أم البنين. السلام على مسجل الزوار شيخ الأنصار حبيب ابن مظاهر. السلام على علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لهذا الشهر، لهذا الشهر العظيم المبارك، إن شاء الله ولاي ليلة الجمعة إن شاء الله شاف كل مريض يا الله محتاج إن شاء الله يا رب العالمين. يحفظ عوائلكم ويحفظ أولادكم. الله يبارك فيكم إن شاء الله. والعافية إن شاء الله، ويبارك فيكم ويحفظ هاي القناة وكادرها جميعا. الله يحفظكم، بارك الله بكم أم أحسان. لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله ويتقبل زيارتكم ودعائكم، إن شاء الله موفقين لكل خير بحق مولاي وإمامي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم أيها الأحبة الكرام، معنا اتصال آخر. السلام عليكم الأخت وجدان. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء. اللهم صل على محمد وآل محمد، مبارك عليكم كل عام وأنتم بخير. الله يبارك فيكم إن شاء الله وتقبل الله زيارتكم وأعمالكم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. لبيك يا حسين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ترى الله وابن ترى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الروح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العادين زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو الفضل العباس قمر بن هاشم وعلى الحوراء زينب بطلة كربلاء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل اللهم عجل وليك الفرج. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. سيدنا سجل أسمانة بارك الله بكم. تفضلوا. سجل اسمهم علي بالشفاء. ادعيها كلش تعبانة. نسأل الله لها العافية إن شاء الله. وسجل اسم جنان وبالشفاء وإيمان ومعلي. وسجل اسم أم أحمد ومطيبة بالشفاء وأحمد وراحة الباء بالإمام الحسين إن شاء الله. الله يشافي مرضاكم ويرحم موتاكم. بارك الله بكم. تقبل الله زيارتكم ودعائكم. إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. معنا اتصال آخر. آية من الدجيل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله. لبيك يا أبا عبد الله. بارك الله بكم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة السيدة خديجة عليه السلام. وأحسن الله لكم العداء. أفضل الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله. وليلة جمعة مباركة عليكم إن شاء الله. الله يتقبل منكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. السلام عليك سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم أهل البيت. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا قمر بني هاشم. السلام على الحوراء زينب عقيلة الطالبيين. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي ابن فاطمة الزهراء. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم شافي وعافي كل مريض. اللهم اقض حاجة كل محتاج. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. سيد قلبتك الدعاء والزيارة صلاة ركعتين. ممكن تسجلي اسم الطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر والقتل عباس ابن كاظم. وإن شاء الله قضى حوائجكم وشفاء مرضاكم. تقبل الله زيارتكم ودعاكم. إن شاء الله موفقين يا آية. أسأل الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. بارك الله بكم. حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. معنا اتصال آخر. محمد من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم سيد حيدر ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. حياك الله وتقبل الله أعمالك. سيدي يا حسين. لبيك يا حسين. سيدي يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد. يا الله. يا الله. بارك الله فيك. سيدي ومولاي الإمام الحسين نيابة عني وعن ولدي قاسم وفضل وحسين وزوجتي يا مروح والداي وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله. السلام عليك سيدي أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد من زيارتكم سيدي يا حسين. السلام عليك سيدي أبا صار يا باب الحاجات إلى الله. أقسم عليك بحق الإمام الحسين تجعلنا من زوار الإمام الحسين سيدي يا أبا صار. سيدي يا حسين. لبيك يا حسين.
الحسين حيدر اقسم عليك بالامام الحسين. سلام الله عليك. انتفعوا لنا بزياره الامام الحسين لي ولعائلته. ان شاء الله ما ننساكم بزياره لكم والعائله. الامام الحسين وتسجيل اولادي بالتوفيق يا سيد يا حيدر. يا الله اسال الله ان يوفقكم لما فيه الخير ان شاء الله. نحن مشتاقين لسيدي ومولاي. ان شاء الله موفقين. الله يبارك فيك. يا ابا عبد الله. يا ابا عبد الله. نداء سيدتي زينب يوم عصر عاشوراء لك سيدي يا حسين اجعلنا من زوارك وتقبل منا سيدي يا ابا عبد الله. يا ابا عبد الله يا رب اجعلنا من زوار الامام الحسين في هذه الدنيا واجعله شفيعا لنا بالاخره. الهي امين. اللهم اطعم كل جائع واكس كل عريان وعاف واشفي جميع المرضى بحق صدر الامام الحسين واشفي يا رب العالمين صدر الامام الحسين بزهور الحجه. يا الله يا الله يا الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين اقسم عليك سيد حيدر ما بتنسانا بالدعاء ان شاء الله ما ننساكم تحت قبه السيد الشهداء عليه السلام وبتمكين اولادي قاسم وفضل وحسين بارك الله بك قبة الإمام الحسين سلام الله عليك تقبل الله أعمالكم هنيئا لكم وقبل وقبل أيديكم التي تبعت الضريح هنيئا لكم والسلام عليكم كلنا نقبل ضريح الحسين ونتبرك به. بارك الله بكم محمد الله يتقبل الزيارة والدعاء إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير وأن يوفقكم لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين بحق هذه الليلة العظيمة ليلة الجمعة ومن شهر رمضان المبارك وعند حرم مولاي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. معنا اتصال آخر. معنا أم أبو علي من ميسان. السلام عليكم ورحمة الله. عليك سيدنا العزيز اللهم حياكم الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا عبد الله. السلام عليك سيدي مولاي يا عبد الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سيدي مولاي طبتم مطابة الأرض التي فيها دفنتم. السلام على الحسين الوجيه وأمه وأبيه. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس سيدي مولاي طبتم سيدي مولاي. نسأل من الله ورسوله أن يجعل هذه الزيارة مباركة وهذه الليلة وفاة زهرات خديجة الكبرى سلام الله سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين. السلام على علي بن الحسين. السلام على محمد بن علي. السلام على جعفر بن محمد. السلام على موسى بن جعفر. السلام على علي بن موسى. السلام على محمد بن علي. السلام على علي بن محمد. السلام على الحسن بن علي. السلام عليك يا قائم آل محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله. بارك الله بك يا أبو علي. أسأل الله أن يحفظكم ويتقبل زيارتكم إن شاء الله. الله يحفظك سيدنا العزيز وتجل اسمي بالزيارة عائلته. الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله ما نساكم الدعاء والزيارة. والسلام والزيارة وقبول الزيارة إن شاء الله. يا الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يحفظك سيدنا العزيز يحفظك ويستركم إن شاء الله بحق محمد. الله يبارك فيكم يا أبو علي ويتقبل زيارتكم ويستمر هذا الشهر علينا وعليكم بالخير والصحة والأمان إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. حياكم الله وتقبل الله زيارتكم ودعاءكم إن شاء الله موفق لكل خير بحق مولاي الإمام الحسين سلام الله عليه. معنا اتصال آخر. أم حميد من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء بارك الله. السلام عليك يا ابو عبد الله. السلام عليك ايها السيد الشهيد. السلام عليك وعلى جدة رسول الله. السلام عليك وعلى فاطمة الزهرات. نعزيكم الليلة بانتشار خديجة سلام الله عليها. اسأل الله ان تكون شفيعة لنا جميعا ان شاء الله. سيدي الامام حسين ان شاء الله وبالفضل العباس محمد صلوات الله وسلامه عليهم الحسن. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآله. أزور الوالدي والدعم سيارة الأخواني وخواتي وأولادي وبناتي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الشرق العظيم ومقارفه يا ابا عبد الله. يا ابا عبد الله عندك صنعي لحاسب الحسين يا حسين يا ابا عبد الله كريم ابا عبد الله دائما انا ادعيله عندك تدعيني الليل الجاه الحسين يا ابا عبد الله يا حسين أيوة. ان شاء الله ما ننساكم بالدعاء عند سيد الشهداء. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ودعني زيارة لاخواني وخواتي واولادي وبناتي والمؤمنين والمؤمنات وللكادر جميعا. الله يبارك فيكم ان شاء الله. ان شاء الله يخلي اولادك ويعطيك العافية. الله يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله. الله يسلمكم يما يتقبل اعمالكم ان شاء الله. ارضعت عليك يا لدعي ما ضايقني رايح يتكلبل وزيت لك كلام وياه. الله يسلمكم يما يتقبل اعمالكم ان شاء الله ويحفظكم بجاه محمد وال محمد وان شاء الله واصل سلامكم واسال الله ان يحفظ ولدكم وعائلتكم جميعا ان شاء الله بكرامه مولاي الامام الحسين عليه السلام. حياكم الله. معنا ام ميثم من ذي قار. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. الله يحييك سيدنا. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر العشيرة أو الفضل العباس. السلام على الحوراء زينب. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة سادتي وموالي. جعلنا الله وإياكم من الموالين إن شاء الله. إلهي أمين يا شهر خير وبركة عليكم إن شاء الله وعافية علينا وعليكم على جميع المؤمنين. الله يتقبل الطاعات إن شاء الله. يا رب يا سيدي يا مولاي بحق أمك فاطمة الزهراء أنت شافي جميع المرضى وأنا منهم. أنت تقضي حوائج المحتاجين وأنا منهم. سيدنا الله يوفقك. ادعي لي أنا مريضة سجل أسناني. الله يحفظكم ان شاء الله. مؤمل ولدي الله يوفقكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم ان شاء الله. من كل بلاء من كل سوء انت والكادر جميعا ان شاء الله. الله الليله ان شاء الله يسجلنا وهاي الزوار جاء هاي الليله العظيمه جاء هذا الشهر العظيم ان شاء الله. محمد يتقبل منا ومنك رحم الله والديك سيدنا في الروح لك. الله يبارك فيكم ان شاء الله. بارك الله بكم يا ام ميثم. ان شاء الله موفقين لكل خير بحق مولاي وامامي ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حياكم الله. معنا اتصال اخر. ام جاسم من البحرين. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. نعزيكم باستشهاد الاب الحنون العطوف ابو طالب رحمة الله وبركاته. بارك الله بكم وعظم الله لكم الأجر. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. السلام عليك ابن محمد المصطفى. السلام عليك ابن علي المرتضى. السلام عليك وعلى أمك خديجة الكبرى. السلام عليك ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أخ الحسن المجتبى. السلام عليك أيها الحسين الشهيد الغريب بكربلاء. السلام عليك أسأل الله وابن سارة والوتر المنصور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت بالله حق جهاد حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبا الفضل عباس قطيع اليدين يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى عبد الله الرضيع وعلى علي بن حسين الأكبر وعلى علي بن حسين السجال. السلام عليك وعلى أنصارك وأولادك أصحابك المستشهدين بين يديك. السلام عليك وعلى الكفيلة زينب وأمك ثم سقينا بنات أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أبي طالب ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم يا أم جاسم. السلام عليك يا أبا عبد الله في ليلة الجمعة. نبارك لكم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. الله يحفظكم الجمعة. إن شاء الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اشفع الله. لنا يا وجيها عند الله يا أبا عبد الله. اشفع لنا عند الله. سجلنا يا حبيب يا حبيب ابن مظهر يا قاسم الحجاج والزوار يا باب الحوايج يا موسى بن جعفر. سلام الله عليك. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. نتوجه بدعاء إلى القائم ابن الحسن. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم عجل وليك الفرج يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد في ليلة الجمعة محمد وآل محمد ويوم الجمعة يا الله. الله يبلغ رجالنا.
الله يبارك فيكم أم جاسم، الله يتقبل زيارتكم إن شاء الله. نعم. واسم حورية واسم نجاة لا شفاء وابتهاج لا شفاء، سجل أسامينا والمرحومين، سجل أساميهم حج عبد علي المعدن وحج أحمد وأم فاضل وصديقة محمد والي زهرة بتحوى بارك الله فيك، سجل أساميهم رحم الله والديك. تقبل الله زيارتكم ودعائكم أم جاسم. جميع والفضل الله يسلمهم إن شاء الله ولا يجعلهم نبي آخر. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. بارك الله بكم، أسأل الله لمن ذكرتم الرحمة والمغفرة إن شاء الله، وأن نكون إن شاء الله وإياهم من ممن يشفع لهم مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. معنا آخر اتصال، أم حسن من النجف الأشرف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك سيدي مولاي. عليكم السلام، حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قطيع الكفين أبي الفضل العباس. السلام عليكم من البيت النبوي وعند الرسالة ما بطل الوحي والسيد. بارك السلام الله. السلام على جبل الصبر سيد زينب عليه السلام. سلام أعظم الله لكم الأجر بأبي طالب والسيدة خديجة الكبرى. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، السلام عليكم. يا أبا عبد الله توب عليك يا حسين، يا سيد الشهداء، يا زيد جابك المريض، جابك السالم من مرض الغزي. نسأل الله لكم العافية وإن شاء الله بكرامة الحسين عليه السلام. خال السيد عادل، الله يحفظكم. انت عنا جد الحسين، جد وجدك يا حسين. انت عنا شابك المريض جابي يا رب العالمين يا الله. ما والله ما ندعس الرجال، ندع كل مريض وكل إنسان. إلهي بكرامة الحسين إن شاء الله يمن عليكم بالعافية والسلامة يا الله. ومن يشاهدكم الآن يدعون إلى إن شاء الله. والله كنا كل خميس بكربلاء سان حرمنا منا زيادة، بس أشوفه بالتلفزيون شكرا قناة كربلاء على البرامج. الله يحفظكم إن شاء الله يبارك فيكم. قناة كربلاء سباقة بخدمة الحسين وجميع أئمة أهل البيت عليهم السلام. ندعينا سيد، ندعينا. الله يحفظكم إن شاء الله، وإحنا نقول دائما نتمسك بالحسين ونتوجه للحسين عليه السلام ونقول له سيدي ومولاي أبا عبد الله، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض. ذاك الشاعر اللي يوصل قريب الحسين عليه السلام وقريب المرقد الطاهر ويباوح هذه الناس اللي عندها حوائج وعندها مرضى ومتوجهة للحسين، يقول له أصبحت مستشفى الإسلام يا وادي كربلاء، والطبيب حسين للناس بنعقد الولا، والطبيب اللي يداوي الناس لو عارض عرض لازم ينشد عن مشكلته ويجس النبض، تربة حسين أبو اليمة، تربة حسين أبو اليمة مرهم لكل المرض، والدواء مجاني عنده ويربح اللي يقصد إله، والدواء مجاني عنده ويربح اللي يقصد إله. هذه الإمرأة مريضة وعدد كبير من المرضى. أخواني الآن إن شاء الله راح نقرأ الزيارة وندعو، وأنتم كذلك في بيوتكم أقرأوا سورة الفاتحة بنية الشفاء لها ولجميع المرضى. حقيقة كثير من الناس وصونا، جزاكم الله ألف خير. قد وصلنا وإياكم إلى مسك الختام لزيارة سيدي ومولاي الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لا تنسوني ووالدي وأسرتي وجميع أخواني كادر برنامج لبيك يا حسين، وكذلك جميع أخواني خدمة الإمام الحسين عليه السلام بصالح دعواتكم، وإحنا إن شاء الله ما ننساكم هنا بحرم الإمام سلام الله عليه، ونتوجه الآن إلى الزيارة ونسألكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين نيابة عن مولاي صاحب الزمان،
أصالة عن نفسي نيابة عن والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، جميع من أوصونا وقلدونا وتأملونا بالدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام على الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، لا سيما من أوصونا وتأملونا بالدعاء لهم. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين، لا سيما من أوصونا وتأملونا بالدعاء لهم. اللهم يسر أمورنا، اللهم احشرنا مع محمد وآله الطاهرين. سيدي يا أبا عبد الله، هذا عهدنا معك، دائما ننادي لبيك يا حسين، لبيك يا شهيد، لبيك يا مظلوم، لبيك داعي الله، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. سالفت نحيب ودموعي ضعن، محبوب غريب وملكني وطن، دلاني علي حرير وعلى الغبر يبار. ما عندك فن منو نكون بخدمته ونوح، كل شي أعوفه والعزاء أروح، أنذر لحزن ودمع والجروح. حزن وعذاب كربلاء، آلاملة وضيعت رقي بالفلا، آلاملة وضيعت رقي بالفلا. حسين 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 مولاي، حسين 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 مولاي، حسين 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 حسين. دنيانا ظلام والخدمة ضوى، ما يبكي حرام يطوب ريته هوى، حسين آخر تلوين تالي يصير والماكو سوى، من حق أهيم محبوب